عشان نعرف ايه هي معايير الهرطقة، عشان نعرف ان ده هرطقة او ده تعليم غريب. ايوه هي بقى المعايير حاجة واحدة. حاجة واحدة افتكر. ايوه هي الامور التي ترتبط بخلاص النفس. وده اللي شغل الاباء خلاص النفس عبر الاجيال. صح. طالما حاجة هتمس خلاص النفس او عمل المسيح الفدائي على الصليب. ايوه يبقى ده اكبر حاجة الشيطان يحاربها. الشيطان بيحاربها. اسمعوني ارجوكم، اكتر حاجة الشيطان يحاربها. اكتر حاجة الشيطان يحاربها. صوم ويصلي. صوم وصلي. وساعد الناس. ساعد الناس. وحاجات حلوة اوي. لكن ينكر الصليب. ينكر الصليب. انكر الصليب. يبقى ضاع الانسان. ضاع الانسان صح. مش لازم بس ينكر الصليب. ينكر الفداء. كوسيلة للفداء، لكن في تفاصيل كمان في الفداء والخلاص، زي موضوع وراثة الخطية. وراثة الخطية. على الصليب كان ايه؟ شو اي لاف يو خلاص. ولا في قضية. قضية. في قضية. صح. وراثة خطية. وراثة الخطية. مات المسيح علشانها. صح. وحمل خطايانا ودفع الثمن علشانها. ده في واحد من الاباء الوعاظ المشهورين. ايوه. قال كلام انا استغربت لما قاله. قال المسيح ما شالش خطايانا، هو غفرها بس ما حملهاش. امال مات على الصليب. بصراحه كانت بالنسبه لي شوك صدمه. اسمع يعني صدمه فعلا. الكلام ده من هذا الاب. من هذا الاب. اكتبوا لي في التعليقات يا جماعه هو بيقصد مين، يعني اكتبوا لي في التعليقات، شاركوني في التعليقات هو بيقصد مين. نيافه الانبا ديفيد، مين اللي قال كده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ اكتبوا لي في التعليقات. نكمل. ترك زي ما ترك له الدين مثلا، وكان يجيب الامس ترك له الدين. لا مش مجرد ترك، تعليم الكنيسه اللي استلمناه طول حياتنا. صح. ان المسيح شال الخطيه. شال الخطيه. حرمت الخطيه مني له، وهو اللي دفع تمام. وهو دفع تمام. لكن دلوقتي عايزين يخلوا الصليب بس مجرد كده اي لاف يو. اي لاف يو محبه وخلاص. خلصنا. وخلصنا وخلاص. نو 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 نو. نو نو نو. الموضوع اكبر من كده بكتير. صح. اكبر من كده بكتير. يعني فاي حاجه بتخص خلصنا. خلصنا. الشيطان يحاربها. الشيطان يحاربها. لازم الانسان يميز. صح. يعني ايه هرطقه. صح. لان في حاجات لا تمس الخلاص. الهرطقه هي ما يمس الخلاص. لما يجي مثلا البروتستانت يقولوا ايوه هذا اصنعوه لذكري. هذا اصنعوه لذكري. ايوه على الجسد. الجسد والدم رمز. ده يعني ده خبز عادي وده خمر عادي. وده خمر عادي. المسيح قال هذا اصنعوه لذكري وانتهت القصه. وانتهت القصه. شوفوا بقى بقيه الايات بقى. يوحنا اصحاح 6. من ياكل جسدي يشرب دمي يشرب جسدي بقى اكل حقه ودمي يشرب حقه. الغيه. الغيه بقى. هو هذا اصنعوه. هذا اصنعوه لذكري. اشتغلوا على الايه الواحده. طب في بقيه الايات ايه؟ بقيه الايات ايه؟ من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. لا مش ممكن معترفين بيها. جسدي ماكل حق ودمي ومشرب حق. لا مش معترفين بيها. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا مين؟ عرفتوا بقى احنا بنقول ايه؟ هو دي بقى الخطوره بقى. هي دي خطوره الايه الواحده اللي احنا بنقول عليها. شغالين عليها. نكمل. ذكري. ده بيمس الخلاص. المعمودية. من آمن واعتمد خلص. من آمن واعتمد خلص. يبقى لازم في معمودية. لازم معمودية. ولا كمان ألغيها. ولا كمان ألغيها. مش عاجبه الأسرار هو حر. هو مش عاجبه الأسرار هو حر. لا خلاص بدون الأسرار. لازم الأسرار السبعة المقدسة تكون مكتملة. لا خلاص بدون الأسرار. هو مش مقتنع بالأسرار أصلا. هو أصلا ما عندوش أسرار. نكمل. هو مش عاجبه الاسرار هو مش عاجبه الاسرار هو حاضر. لكن انا بكلمه النهارده من محبتي واقول صح. انا بكلمه من محبتي. لن تخلص. لا ايوه. ان امنت بالاسرار. ان امنت بالاسرار نقل خلاص المسيح ليك. صح. يا جماعه احنا بنكلم الطوائف الاخرى عشان بنحبهم، بنقول لهم لا خلاص بدون الاسرار. لازم تبقى عندكم يعني تعترفوا بالاسرار كلها. هو ما عندهمش اسرار اصلا. ما عندهمش كهنوت، ما عندهمش التناول ده بالنسبه لهم رمز. المعمودية بالرش اللي مش عارفة ايه. مفيش توبة واعتراف. الميلون مفيش. ايه يا جماعة اللي فيه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ لا خلاص بدون الاسرار. لا خلاص بدون ايه؟ الاسرار. نكمل. غير ما تتعمد المعمودية. معمودية مهمة جدا. معمودية. غير ما تعترف وتتوب وتتناول. ليس لك خلاص. ليس لك خلاص. الكتاب. وقدرش انا اتنازل عنه. صح.
ما اقدرش اتكلم عنه، مش قادر افهم انا يعني. ويطلع واحنا واحد، ويطلع يقول احنا واحد، واحد في ايه بقى؟ مش فاهم واحد في ايه يعني. بجد الانبا ديفيد يعني قال شويه حاجات ويعني مستغرب، هو انتوا بتقولوا ايه؟ واحد في ايه؟ تضحكوا على مين؟ تضحكوا على ربنا؟ انتوا تقدروا تضحكوا على ربنا؟ الناس كمان بقت فاهمه وواعيه، انتوا مش تقدروا تخدعوا الناس. الناس دلوقتي فاهمه وعارفه وواعيه وبتبحث وبتقرا. احنا ايماننا واحد على اي اساس؟ مفيش لسه ايمان واحد. تكتبوا وراكوا في اللوحه ايماننا واحد، بتخدعوا مين؟ طالعين تخدعوا مين؟ تضحكوا على ربنا؟ انتظروا الهلاك. ياه ياه، الموضوع كبير جدا. انا بصراحه يعني العظه دي بالنسبه لي انا ارتحت جدا لما سمعتها بصراحه. يعني ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد. فعلا في امل اهو، المساقفه بتتكلم اهو، في ناس بتنتفض. ويعني يعني احنا كنا يعني بنقول ان ما لهمش حس خالص وبيتكلموش. الحمد لله لنيافه الانبا ديفيد طلع واتكلم عن صحه وسلامه التعليم في الكنيسه، وان مهمه البطريرك الاولى الحفاظ على الايمان. ده في اسقاطات رهيبه في هذه العظه، رهيبه. ده لسه اللي جاي اكبر، لسه اسمعوا بس اللي جاي. نكمل. عايز اقول لكم كام نقطه اختم بيها سريعا. أولا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي معلمة المسكونة، هي معلمة المسكونة. لازم نحافظ على إيماننا، لأن هو حافظ على أملنا، أمل الأرثوذكسية، أمل الأرثوذكسية في أمريكا الشمالية بل في العالم، العالم كله كنيستنا اللي حافظت على الإيمان الأرثوذكسي. نمرة اتنين، ناخد بالنا من الاختراق الخارجي والداخلي. الاختراق الداخلي والخارجي، بروتستانت و لا وغيرهم في اختراق داخلي بيحاولوا يخترقوا من بره. لا، ده بقى من جوه الكنيسه، من جوه الكنيسه ومن جوه الاكليروس، من جوه الاكليروس. ياه، هم سبب تعب الكنيسه النهارده، هم سبب تعب الكنيسه النهارده. الاكليروس المخترقين من الداخل، مش من الخارج كمان. من الخارج دول عارفينهم، يعني عارفين العيبهم وعرفناهم خلاص. الاختراق بقى الناعم، الاختراق اللي مش بيتشاف، الاختراق الداخلي اللي من الاكليروس نفسهم. ده فجر مفاجآت وقال هم دول اللي هيتعبوا الكنيسه، هم دول اللي هيتعبوا الكنيسه فعلا. على راي اللي قدسه البابا شنودة الثالث في عظه برضو تاريخيه، قال ممكن بطرك يدوخ الكنيسه، يدوخ الكنيسه، بطرك واحد يدوخ الكنيسه. كان ليه رؤيه، كان عارف اللعب كله، كان ليه رؤيه، كان عارف كل اللي بيدور حواليه. وكانت اهم حاجه كانوا بيعايزين يغيروها اللائحه بتاعه، لائحه البطريرك، لائحه انتخاب البطريرك. كانوا عايزين يلغوا القرعه الهيكليه، يلغوها. ولما ما عرفوش يلغوها زوروها. يعني احنا ده تفكير ايه ده؟ ده انتوا غلبتوا ايه ده؟ واحد مش عايز يقول غلبتوا الشياطين في تفكيرهم. ما قدرتوش تشيلوا بند القرعه الهيكليه، زورتوا القرعه. ياه، وعايزين توهموا الشعب ان كان اختيار الهي. الزمن كفيل انه يطلع حاجات كتيره جدا. ربنا مش هيسيب الحاجه دي ابدا تعدي كده، مش هيسيبها. حتى لو مر 20 سنه، حتى لو مر 50 سنه، الحقيقه هتظهر في يوم من الايام. الموضوع اللي حصل، اللي كان بالصوت والصوره، ومواقع كتبت، كاميرات سجلت، وقعت اشهر وقعة تزوير في التاريخ، وجايين تضللوا الشعب وتقولوا ده اختيار الهي. ياه، عملتوها ازاي دي؟ قلبكوا طوعكوا ازاي تعملوها ازاي دي؟ عملتوها ازاي وانتوا واقفين في حضرة ربنا؟ عملتوها ازاي دي؟ الواقعة دي عملتوها ازاي وانتوا كده بره الهيكل قدام المذبح، يعني في حضرة ربنا؟ عملتوها ازاي؟ تجرأتوا على ربنا ازاي؟ تجرأتوا ازاي؟ ياه، جالكوا قلب ازاي تعملوها؟ اشهر وقع التزوير في التاريخ. حتى لو قعدنا 100 سنة، الكواليس واللي دار ما بينكم والاتفاقات اللي دارت ما بينكم اكيد هتظهر في يوم من الايام، اكيد. ربنا مش هيخلي الحاجة دي تعدي كده ابدا. وجايين توهموا الشعب ان هي كانت اختيار الهي، عيب عليكم، عيب. اللي انتوا عملتوه في الكنيسة كتير قوي، كتير قوي. نكمل.
يبقى هناك مخطط لهدم الكنيسة من الداخل. مخطط لهدم الكنيسة من الداخل. تخدمون أولادنا لنشر التعليم. استخدمون أولادنا. كان زمان يبقى معروف. من دلوقتي بقى حتى من جوه الكنيسة. بقى الاختراق بقى من جوه تعليم. خاطئة بس من جوه. من الإكليروس. يدخلون في التعليم المستقرة في الكنيسة ويدخلون تعليم غريبة لبلبلة الشعب. البلد يعرفين من الشيطان والانقسام. الشيطان فعلا. ثلاثة، نحترس من الأفكار الجديدة التي لا تبني. الحتة دي خطيرة وكارثية. الاختراق الداخلي من مين؟ من الإكليروس. يعني قصده ممكن يكون من أساقفة الكهنة الرهبان. إكليروس. ياه، بصراحة الروح القدس كان بيتكلم من على فمه في هذه العظة التاريخية. ده قال حاجات كارثية. قال كذا كده حاجة كده في العظة دي، أنا قعدت كده أسمعها. كل كلمة قالها صح. كل كلمة بتحدث الآن. كل كلمة عليها إسقاطات رهيبة. وإحنا فاهمين كل حاجة طبعا. يعني انا وضحت شويه امور وانتوا معايا انتوا فاهمين كل حاجه. انا مش محتاجه اوضح، لان انتوا حاسين على ارض الواقع ايه اللي بيحصل. يعني احنا عايشين الماساه دي. الاختراق جاي من الداخل يا جماعه، جاي من الداخل مش من الخارج كمان، ده من الداخل ومن الخارج. والصدمه الاكبر لما يكون الاختراق من الداخل. هي دي الصدمه الاكبر. هنعالجها ازاي دي؟ دي لازم نقول لها استوب. لازم نطلعها كده، نفرزها. الاختراق ده ممكن ينتشر لانه من الداخل. هينتشر لانك بقى ايه بقى، هتسيبه ولا هتمسكه؟ الخطورة الاكبر بقى لما يكون من الإكليروس ويضلل الشعب بتعليم خاطئة، ومحدش يقول ده هو ده كاهن ارثوذكسي، ده اسقف جليل مش هيخطئ في التعليم، ده تعرف احسن من الاسقف، انت تعرف احسن من الاب الكاهن. وتكون بقى هو ده الاختراق، هو ده بقى المشكلة الخطورة الكبيرة الكارثية اللي احنا واقعين فيها دلوقتي. انك بقى ايه ده، انت شايف كاهن ارثوذكسي قدامك، هتقول بقى هيعلم بروتستانتي. ما هو الاختراق كده. هتلاقي بقى بيعلم تعاليم غريبة. عشان كده احنا بنقول لكم اتكلموا. لو لقيتوا حد بيتكلم تعاليم غريبة اطلعوا وانتفضوا. نكمل يا جماعة. فنلاقي ان الشيطان دايما اسلوبه ايوان والتشكيك. وبعدين عدم البنيان. بقى الناس تتخانق مع بعض وده يرد على ده في الانترنت. صح. في الاخر خلي بالكم يا جماعه في موضوع التشكيك، زي دلوقتي ما بيقول لك ايه، لو عيد البشاره وقع في جمعه ختام الصوم نحتفل بيه، وقبل كده السنوات اللي فاتت على ايام قداسه البابا شنودة الثالث، وعلى ايام قداسه البابا كيرلس السادس، وعلى ايام البابا مكارس الثالث، وكتير من الباباوات السابقين، لو وقع عيد البشاره في جمعه ختام الصوم لا يحتفل بيه. وجبت لكم 20 مصدر قبل كده. لكن لا، الانبا رافائيل بيقول ايه، فتوى. الانبا رافائيل طلع على قناه سي تي في بيقول فتوى لجنه الطقوس. وانتوا هتعملوا فيها فتوات؟ هو انتوا هتعرفوا احسن مننا؟ انتوا هتعملوا طيار جديد؟ عفوا يا يافت الانبا رافائيل، احنا مش بنعمل طيار جديد، واحنا مش فتوات. احنا ردنا عليكم الحجه بالحجه. انتوا بتفرضوا حاجه علينا. انتوا وصلتونا لمرحله التشكيك في المسلمات، التشكيك في قاعده طقسيه. قاعده طقسيه ماشيين بيها السنين اللي فاتت دي كلها، وفجاه بتشككونا فيها. جايين دلوقتي تشككونا فيها؟ انتوا عملتوا بلبله للشعب ما بين مؤيد ومعارض، حصل انقسامات، عملتوا لنا عصره. انتوا بتعملوا ايه؟ نكمل يا جماعه. ده العظه دي انا مش قادره اقول تاريخيه وبس، عظه قويه من اجرأ الاساقفه اللي اتكلموا مؤخرا بصراحه. نيافه الانبا ديفيد، احنا لو قعدنا نرصد اللي حصل لنا في العشر سنوات هنلاقي كل كلام الانبا ديفيد ده متنفذ على ارض الواقع بالحرف. العظة دي من أقوى العظات اللي حصلت في العشر سنوات دي بصراحة، من أقوى العظات اللي طلعت. أنا رأيي الشخصي جاب شوية حاجات، تعالوا نكمل التقيل لسه جاي ورا. تعالوا نكمل، ده قال حاجات رهيبة. آخر 3 دقايق يا جماعة. إيه ويفتح فرحان
بيضحك كده علينا. استفدنا ايه؟ استفدنا ايه صحيح؟ ما تنسوش ان الكنيسه بقى لها 2000 سنه في التعليم السليم. ايوه 2000 سنه. القديسين واباء وامهات وعظام خرجت قديسين، مش محتاجين حد يعلمنا الايمان. الكنيسه احنا مش محتاجين حد يعلمنا، واحد قرا له كلمتين ولا واحد قرا له كتاب، هي هو اللي هيجي يعلمنا. هيعلمنا احنا؟ كنيسه محافظه بقى لها 2000 سنه هيجي يعلمنا احنا؟ مش مستنيين حاجه من حد. اتخرج قديسين كبار طبعا، مش محتاج اي تعديل. شكرا. كل فكر حديث ايوه ابائنا، اهانه لابائنا صح. انت جاي تعدل عليهم، وصلونا الايمان السليم. انت جاي تعدل، مش محتاجين احنا حد يعلمنا الايمان. خلاص صح، ابائنا علمونا الايمان. شكرا جزيلا. مش عايزين حاجه بالحد. العنوان غلط. جميع الهراطقة عندهم خطية واحدة. ايوه قوي. هي خطية الكبرياء والعجرفة. كبرياء وعجرفة. جميع الهراطقة عندهم خطية الكبرياء والعجرفة، يعني هم شايفين نفسهم صح، مصممين على الخطأ، هم بس اللي صح والكل غلط. يعني مثلا في مجمع نيقيا ساعة بدعة أريوس 318 واحد كانوا قاعدين في المجمع، لا أريوس بس اللي صح و318 دول اللي غلط. يا سلام. هو شايف، هو كبرياء وعجرفة، شايف نفسه صح وما تبش، ما بيتوبوش هم، لا بيفضلوا لحد ما يموتوا وخلاص اسمهم اتكتب في التاريخ. اصحاب البدع والهرطقات مين؟ نكمل. تخيلوا بس لما أريوس يصمم ان هو صح. يصمم ان هو صح 318. ايوه انتوا غلط. انت غلطان يا أريوس. يقولوا لا انا صح، انا اللي صح، انتوا اللي غلط. مش حبيبي بقى اللي هو دلوقتي بيشر وكتب وتعليم. ايوه برضه اتنصح. هو اللي صح. وكل الناس هتلاقوا السمه ديت، الكبرياء والعجرفه، ملازمه ليهم. جورج حبيب بيباوي اللي بيروجوا الكتب دلوقتي، سمعتوا يا جماعه بيقول ايه؟ الانبا بيفناتيوس عمل له في معرض السمالوط الثانوي بيحدد كتب جورج حبيب بيباوي، بيقول اللي بيعرضوا او بيروجوا الكتب احنا نصحنا جورج حبيب بيباوي، لكن هو لا، كبرياء وعجرفه، انا الصح. يعني كل المجمع ده غلط وهو الوحيد اللي صح. وخلي بالكم يافت الانبا ديفيد بيؤكد ان احنا نصحناه كتير، عشان بس انصار جورج بيباوي اللي على السوشيال ميديا يقولوا لا ده اتظلم، لا ده ما حدش نصحه، لا ده انتوا حكمتوه من غير ما يعلم، احنا قعدنا سنين وهو مصمم على الاخطاء. نكمل. عايز يغير في الكنيسه ليه؟ تغير ليه؟ ايه الهدف بقى؟ هساعد الناس ازاي؟ في احدى الكنائس غيروا الاصوات عشان خاطر يخلوا الناس يصوموا. فخسروا الصوم كسبوا الناس. عملنا ايه؟ ده الكنيسه تحترمنا لما تلاقينا بنحافظ على مبدأنا. الكنيسه تحترمنا لما تلاقينا ان احنا بنحافظ على مبدأنا. الناس تحترمنا لما يلاقونا ان احنا بنحافظ على المبدأ بتاعنا، بنحافظ على ايمان كنيستنا. فاكرين واقع التقليص صوم الرسل اللي كانوا عايزين يعملوها 12 يوم والشعب انتفض وقالوا لا مش هينفع؟ كانوا هيخسروا الصوم وهيخسروا احترام الشعب، كانوا هيخسروا الاثنين. انت كنت عايز تجيب الناس لا مش تحترمكم، لان انتوا بتبيعوا. اللي بيبيع حاجه، اللي بيتنازل عن حاجه، الشعب هيحترمك ازاي؟ لما تتنازل يبقى خلاص، يبقى انت هتبيع اي حاجه بعد كده. نكمل. الأرثوذكس الحقيقي مطيع وأمين. أيوة مطيع وأمين. عنده غيرة. بدل ما غير. أحافظ. على الإيمان. عندي غيرة. مقدسة جوايا. صح. مطيع لأنه واثق في كريستو وفي أبائها الذين سلمونا التقليد والإيمان. وأمين في حفظ الوديعة. زي ما بولس الرسول قال. وما تسلمت مني ودعوا وناس ومناء يكون أكفاء يعلموا آخرين أيضا. أشياء كده صح. سبعة. ابحث عن التشدد وليس التسهيل. التشدد. أيوة دايما الكنيسة ترفعنا. أيوة مش احنا اللي ننزل ليه. صح ترفعنا. واحد يقول لك مش قادر، طب خد حل من ابونا لو تستاهل، خد حل. لكن ليه نضيع الكنيسه؟ نضيع تعليم الكنيسه وطقوسنا وتقاليدنا وايماننا واللي استلمناه. صح.
بتسهل ليه؟ كثير من الكنائس فقدت الكثير لسبب التساهل. صح. ويا ريتهم قدروا يكسبوا الناس. ساعات نحس كده احنا هنتساهل علشان الناس تيجي. خسروا الاثنين. يعني يعني نكسب الناس اكتر. نكسب الناس اكتر. في كندا لما قداسة البابا تواضروس راح يزور كندا. ايوه. فسأل الشعب. سأل الشعب. كام واحد يحبوا يغيروا عيد الميلاد أيوة. من 7 يناير ل 25؟ ايوه. يمكن كان في 1000 واحد. كان في 1000 واحد قاعد. اثنين بس يمكن ولا حاجه اللي رفعوا ايديهم. ياه من 1000. فقال لهم ياه استغرب قوي. استغرب قوي. كان قاعد. كان فاكر يعني الاغلبيه هيقولوا لا نوحد العيد يوم 25. فاستغرب. استغرب. لكن دي الكنيسه ودي اولاد الكنيسه. البابا استغرب. البابا كان فاكر ان الشعب هيتساهل ويتنازل عشان يحتفل ب 25 ديسمبر مع اخواتنا الكاثوليك. اتصدم. جات له صدمه من الالف شخص اتنين. نيافه الانبا ديفيد كان حاضر الواقعه في كندا مع البابا بيقول انا شاهد على الواقعه. البابا طلع مستغرب ايه ده؟ ده انا كنت عايز اعمل لكم احتياج رعوي، ده انا كنت عايز اعمل ده انتوا اللي كنتوا عايزين مش انا. طلع البابا هو اللي كان بيسعى لتوحيد الاعياد. والشعب انتفض وقتها وقالوا لا وسقفوا وقالوا احنا مش موافقين على هذا القرار. الشعب ده جميل جدا. تحية لشعبنا العظيم في كندا. هو ده الشعب القبطي الغيور على ايمان كنيسته. تتغيروا ايه؟ ترايحين فين؟ البابا بصراحة كان منظره صدق. البابا قعد كده ساعتها. طلع ايمان الشعب وحرصه وان هو غيور على ايمان كنيسته اكتر من البابا. ده الواقعة دي شهيرة. البابا اتصدم. كان متخيل ان الشعب ده ممكن يتنازل بسهوله. اتفاجئ ان الشعب لا انتفض. انت رايح فين؟ انت بتقول ايه؟ الشعب قال له لا احنا مش موافقين. البابا مستعد يتنازل والشعب مش مستعد يتنازل. هو ده اللي احنا بنقول عليه. هو ده الواقع اللي احنا عايشينه. البابا مستعد يسعى لتوحيد الاعياد. الشعب مش مستعد ينزل حرف. ينزل بس حرف. شوفوا الفرق بقى يا جماعة لما البابا متساهل. البابا بيعمل تساهل والشعب متشدد. الشعب عايز يحافظ على ايمان كنيسته. هو ده فرق. شتان. شتان. والكنائس اللي بتعمل تساهل خسروا الشعب وخسروا الكنيسة. واكبر مثال الكنائس الغربية بتتباع. الكنائس الكاثوليكية بتتباع. بتتقلب لمطاعم ملاهي بارات. تقلب حاجات تانية خالص. ليه؟ الناس البروتستانتية كمان. كاثوليكية وبروتستانتية. في تساهل. الشعب خلاص طفش منهم. بقى بيبيعوا الكنايس. ما بقاش عندهم كنايس. هما دول اللي احنا عايزين نتوحد معهم. هما دول اللي احنا عايزين نتوحد معهم. هما فين كنايسهم اصلا؟ يروحوا يشوفوا الاول اللي عندهم. كنايسهم بتتباع. بتتقلب مطاعم. بارات. بتتقلب ملاهي. المنازل. خلاص بتتباع. بتتقفل. بتتشمع. احنا بقى ايه؟ كله العين علينا. كل العين علينا. بيخطفوا مننا دلوقتي. ليه؟ لان بقاش عندهم ناس. بقى خلاص الموضوع عندهم فوضى. بقى عندهم فوضى. خلاص. بقى عندهم حالة من التشتت والبلبلة. بقاش عندهم حاجة. هم عندهم ما بقاش عندهم ولا صوم ولا صلاة ولا 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 حاجات من الكتاب المقدس ولا معترفين بايه ولا مش ما فيش عندهم حالة من التشتت من الانقسامات. الكنيسة البروتستانتية شوفوا كم طائفة. منشقين على نفسهم كم طائفة؟ 40,000؟ 46,000؟ ده انا كل شوية اسمع ارقام كده مهولة. هم اصلا منشقين على ذاتهم. كل مجموعة تنشق على المجموعة يقول لك انا لا انا مش معترف بالحتة دي لا انا ما مش عايز الحتة دي ويكونوا مجموعة احنا بقينا طائفة. بتعملوا ايه؟ هم دول اللي انتوا بتسعوا ان احنا اللي بنسعى نبقى معاهم؟ عيبة علينا قوي. عيبة علينا قوي قوي قوي. عيبة علينا قوي. نكمل يا جماعه اللي هم دي كنيستنا ما نقدرش نغيرها. وما نسمحش نغيرها. ليه؟ ونغيرها ليه؟ كنيستنا اللي طلعت القديسين. 20 قرن. 20 قرن. ماشيين في ال 21. نغيرها ليه؟ طلع لنا قديسين. صح. لغايه النهارده. لحد النهارده. لسه معترفين باتنين قديسين. صح. نغيرها ليه؟ ياه. حاجة سكسسفل وبتطلع. صح. نغير ليه؟ على رأي المسجد. نغير ليه؟ تا
طبعا العزه كانت كبيره بس انا اخدت الجزء المهم جدا. شكرا لنيافه الانبا ديفيد، عزه تاريخيه وهتحسب لتاريخك، هتحسب لتاريخك هذه العزه انك طلعت واتكلمت في وقت ان الاساقفه دلوقتي خايفين يتكلموا في حرف. الروح القدس تكلم على فمك في هذه العزه التاريخيه بصراحه. حطيت ايدك على الجرح، حطيت ايدك على الحاجات اللي بتحصل في الكنيسه الان. كل كلمه قلتها ليها مغزى ومعنى كبير جدا. الاختراق من الداخل، خلي بالكوا يا جماعه، الاكليروس، الاختراق جاي من الاكليروس. ياه الناس اللي بتشتغل على الايه الواحده، خلي بالكوا منهم. الناس دي عملت تساهل في الكنيسه، دلوقتي الكنيسه مش لاقيينها، ولا شعب ولا كنيسه، ما بقاش عندهم حاجه. انتوا هتتوحدوا مع الناس دي؟ بيقولوا انتوا بتوهمونا ان ايمان واحد، فين الايمان الواحد ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ يعني فجر مفاجآت كتيرة جدا في هذه العزة التاريخية، اشكره شكرا جزيلا عليها. والشعب على السوشيال ميديا انا متابعة ناس قطعت اجزاء 6 دقايق 5 دقايق، شافوا حاجات كتيرة ومن الانبا ديفيد، وقالوا عزة تاريخية واعجبوا جدا بهذه العزة، فقلت لازم اطلع واشكره بنفسي واطلع واقول لكم هو قال ايه. واتمنى ان اسمع اصوات باقي الاساقفة الاخرى، واتمنى ان اسمع باقي اصوات الاساقفة الاخرى. عايزين كده يطلعوا واحد بيواني واحد، لما بيطلع بيتشجعوا بعض. طب كويس ان انبا ديفيد بدأ بالحكاية دي، طب يلا اطلعوا واتكلموا زيه. عايزين اسمع اصواتكم، الشعب يعني توحشتونا، عايزين نسمع اصواتكم، انتوا وحشتونا بجد. انتوا فين؟ انتوا وحشتونا، انتوا فين؟ احنا عايزين نسمع كده العزات الجميلة بتاعتكم دي، عايزينها كمان تتنفذ على ارض الواقع، مش بكلامه بس، لا احنا عايزين الانتفاضه دي كمان تتنفذ على ارض الواقع. انتوا عارفين اهو الصح من الغلط، مش معقوله نعرف الصح من الغلط ونسكت بعد كده. انا نفسي الانتفاضه دي كمان تحصل على ارض الواقع. الانبا ديفيد شجاع، جرأ وقال كلام كتير، متهيألي في اساقفه ما يقدروش يقولوا نص الكلام اللي بيقولوه اللي بقاله ده، اتكلم في وقاعه كتيره جدا. اتمنى ان الباقي يطلع ويتكلم وكلام كمان يتنفذ على ارض الواقع، مش مجرد كلامه بس. تحياتي، اشوفكم في حاجه جديده، وانتظروني في حلقات قادمه. صباح الف خير.